الحمد لله رب العالمين. يا رب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا صالحا طيبا متقبلا. اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فجعل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وجعل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وجعل الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله جل جلاله ينزل على عباده في الحج كل يوم مئة وعشرين رحمة، فيعطي الطائفين ستين رحمة، ويعطي المصلين أربعين رحمة، ويعطي الناظرين للبيت عشرين رحمة. الطائفون والمصلون وحتى الناظرون، فما أجودك وأعظمك وأكرمك يا رب. يا ذاهبين إلى البيت الحرام، يا ذاهبين إلى البيت الحرام، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر فقد راحا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اسمع إليه وهو يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سيدي يا رسول الله، فاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه، فاهنأ فأنت السيد المقدام. يا زائرا قبر الحبيب الهادي، أبلغ رسول الله شوق فؤادي، إني بحبك يا رسول متيم، وزيارتي إياك كل مرادي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، تعالوا سريعا سريعا لننج في موضوع اليوم، فهو موضوع ذو شجون. تعالوا لنعيش مع عرفات ومع يوم عرفة، وسينتظم الحديث في نقاط. أولاً، لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ وما الفرق بين عرفات وعرفة؟ ثانياً، فضائل يوم عرفة. ثالثاً، ما هي الأعمال المستحبة في هذا اليوم الكريم المبارك؟ وأخيراً، ما هي مميزات هذا اليوم عادةً؟ أولاً، ما هو يوم عرفة؟ وما الفرق بين عرفات وعرفة؟ وكثير من العلماء يقولون بأن عرفة وعرفات هو اسم علم لذلك المكان الذي يقف فيه الحجيج
على جبل عرفات أو يقف الحجيج فيه يوم التاسع من ذي الحجة فلا فرق بينهما. ولكن بعض العلماء يفرق ويميز فيقول عرفات هو اسم للمكان الذي يقف فيه الحجيج، وأما عرفة فهو اسم لذلك اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات. ولماذا سمي عرفات بهذا الاسم؟ ولقد ذكر العلماء كثيرا من الأقوال التي يستأنس بها، قالوا إن آدم عليه السلام عندما أهبط إلى الأرض نزل في الهند، وكانت زوجته حواء في جدة، وكان آدم مشفقا عليها يدعو الله عز وجل أن يلتقي بها وأن يستأنس بها، وبعد طول انتظار تقابلا على جبل عرفات، فلذلك سمي عرفات بهذا الاسم، فأصبح عرفات رمزا لاستجابة الدعاء. وبعض العلماء قال وإنما سمي عرفات بذلك لأن جبريل عليه السلام نزل إلى إبراهيم عليه السلام وأخذ يريه المناسك ويقول له أعرفت؟ أعرفت؟ فلذلك سمي عرفات. وبعضهم بل يقول بل سمي عرفات لأن الناس يتعارفون في هذا اليوم وفي هذا المكان على بعضهم، حيث يكونون من أقطار مختلفة وجنسيات متباينة مختلفة فيتعارفون، فلذلك سمي عرفات. وبعضهم يقول بل لأن آدم عندما أهبط إلى الأرض حثه جبريل على أن يعترف بذنبه وتقصيره، فقال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاعترف آدم بذنبه فلذلك سمي عرفات. وبعضهم يقول بل عرفات مشتق من العرف وهي الرائحة الطيبة الجميلة، وآخرون يقولون بل لأن المسلم في هذا المكان تعرف على آخر ركن من أركان الإسلام الخمس، فهذا عرف وهذا عرف وذاك عرف وتلك عرف فسميت عرفات. وينطلق الحديث بنا إلى الركن إلى العنصر الثاني، إذن فما هو فضل يوم عرفة؟ ويوم عرفة له فضل كبير في الإسلام، حيث إنه اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه دينه. جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له إيه؟ قال يا عمر إن آية في كتابكم نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية هذه؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي بالفعل نحن نتخذ هذا اليوم الذي نزلت به عيدا. فقال عمر إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبل عرفات أو على جبل عرفات في يوم جمعة، فنحن نتخذ هذا اليوم عيدا. عيدا يعني نجتمع فيه للذكر وللدعاء. ومن فضائل يوم عرفة أن الله أقسم به، وربنا سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم. قال سبحانه
والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قال رسول الله صلى عليه وسلم: اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، وأما اليوم المشهود فهو يوم عرفة. ومن فضائل يوم عرفة أنه ويوم النحر وما يليهم من أيام منى أو أيام التشريق الثلاثة، هذه الخمس عيدنا أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ومن فضائل يوم عرفة كذلك أنه اليوم الذي أخذ الله جل جلاله فيه الميثاق على بني آدم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم أخذ نسم بنيه، ثم جعلهم بنعمان بين يديه كالذر كالنمل، ثم خاطبهم قائلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل الظالمون. وفي يوم عرفة يقف الحجيج على جبل عرفات ليؤدوا ركن ربهم ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي هذا اليوم يبدأ المسلمون في التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق نكبر، وما ذلك إلا لأن هذه الأيام أيام معظمة مباركة عند الله جل جلاله. ومن فضائل يوم عرفة كذلك أن صيامه يعدل أو يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. ومن فضائل يوم عرفة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. قال ابن عبد البر: وهذا دليل على أفضلية يوم عرفة على غيره من الأيام. ومن فضائل يوم عرفة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. إذن إيه المطلوب مني في هذا اليوم؟ ما هي الأعمال المستحبة في هذا اليوم؟ كل الأعمال الصالحة التي تستطيع أن تقوم بها هذه، وقم بها. ومنها قراءة القرآن، فإن الله أمرنا بأن نذكره في هذه الأيام. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أما الأيام المعلومات فهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق الثلاث. وأصل الذكر كتاب الله جل جلاله وقراءة القرآن. ثم في هذا اليوم أكثر من هذا الدعاء. ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ليس دعاء، هذا ثناء أو ذكر. ولذلك قال العلماء هذا الذكر يتضمن الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فأكثر من هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأكثر من الدعاء بشكل عام، فإن الدعاء في يوم عرفة مستجاب. قال ابن عبد البر نقلا عن جماعة من العلماء: ولقد كانوا يدخرون ما يستحبونه من الدعاء ويكتمونه في أنفسهم، حتى إذا ما جاء يوم عرفة يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم. قال النووي رحمه الله: ويستحب للمسلم أن يدعو الله تعالى في هذا اليوم لنفسه ولأهله ولمشايخه وللمسلمين بما شاء، فإن هذا اليوم حري أن يستجاب فيه الدعاء. ادعو الله وأنتم من الإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة، وفي هذا اليوم يوم عرفة جرت العادة أن تغسل الكعبة وتكسى، إلا نادرا، ربما تكسى في أول شهر ذي الحجة. والكعبة هي قبلة المسلمين، ولقد ذكر الله تعالى الكعبة في القرآن الكريم هكذا: الكعبة أو كعبة مرتين في القرآن لا ثالث لهما، حيث قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. وسمى الله الكعبة بكة، وأحيانا سماها البيت الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأول من كسى الكعبة هو أسعد تبع أبو كر. وكان هذا الرجل ذهب إلى مكة ليغزوها ويهدم الكعبة، فقابله رجلان حبران من أحبار اليهود، وقال له: إلى أين تذهب؟ قال: إني عزمت على هدم الكعبة. فقال له ناصحين: أيها الملك، إنه لا يذهب لهذا البيت أحد يريده بسوء إلا أزال الله ملكه. فنصحاه بأن يعظم الكعبة، فما عظمها ملك إلا أدام الله ملكه. فذهب أسعد تبع أبو كرب وكسى الكعبة بالمعافر، وهي ثوب رقيق جميل، ولكنها لم تكن كسوة جزئية كلية، إنما كانت كسوة جزئية. ثم ذبح ونحر الجزور حتى وضع هذه الذبائح على الجبال، قال: حتى تأكل الطيور. فرأى في اليوم الثاني
من يأمره بأن يكسو الكعبة خيرا من ذلك، فكساها الوصائل وكساها المعافر وكساها أثوابا جميلة رقيقة في هذا الوقت وانصرف، فكان أول من كسى الكعبة وكانت لا تزال حيطانا هو أسعد تبع أبو كرب. وكسيت الكعبة على مر التاريخ الإسلامي باللون الأبيض، فكسيت بالبياض تارة من الزمان، ثم كسيت باللون الأخضر حتى رآها بعض المؤرخين وهي مكسوة باللون الأخضر، ثم كسيت الكعبة باللون الأكحل لعله اللون الكحلي، ثم بعد ذلك في عهد الناصر بن قلاوون كسيت الكعبة باللون الأسود، وهي لا تزال إلى هذا الوقت تكسى باللون الأسود. وليس هو لون أسود، إنما هو مصبوغ، والكعبة تكسى بالحرير حيث تصنع غالبيتها من الحرير وأصله أبيض، ثم بعدما يصنع وينسج يوضع في الصباغ الأسود مضاف إليه بعض الأصباغ وبعض المواد المعينة حتى ينصبغ فيصير لونه أسود، فهذا حرير أصله أبيض. هذا غير الذهب، حيث هناك صناعة تسمى الصرنة، وهي صناعة حياكة الكلام والآيات والنقوش بالذهب على هذه الكسوة. والكعبة المشرفة لها بابان، باب أول بينه وبين آخر الكعبة 8 أمتار ونصف، يليها سقف ثاني، سقف أول ثم سقف ثاني، ما بين الأرض وما بين السقف الثاني داخل الكعبة 9 أمتار. وإن شاء الله إحنا هنعمل شرح مفصل بعد الصلاة على كل جزء من أجزاء الكعبة كأنك تراها رأي عين، وعملنا مجسم هنحطه إن شاء الله في منتصف المسجد، وهنشرح مكونات الكعبة جزءا جزءا. فاللي حابب يتشرفنا إن شاء الله بعد الصلاة إحنا هنشرح مكونات الكعبة داخليا وخارجيا، ولم لا؟ والكعبة هي قبلة المسلمين، رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال ساني، رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال ساني، يهوي البناء إذا تقادم عهده، وأراك خالدة على الأيام، في كل عام حول بابك وقفة للناس من عرب ومن أعجام، فإذا الحجيج توافدت أفواجهم وتزاحمت في البيت أي زحام، أدركت ثم عرى الإخاء وطيدة، وشهدت حقا قوة الإسلام في الركن والحجر المقدس في الورى، سران قد دقا على الأفهام، كم لامس ومقبل لكليهما عن طاعة منه وعن إعظام، وهو الذي تعنو لصرح جلاله صيد الملوك وعلية الحكام. يا كعبة فشت الضلالة فيك قبل محمد، فشت الضلالة فيك قبل محمد، والشرك إذا دنست بالأصنام، حتى إذا ما جاء عدت منارة تزهو بدين الواحد العلام. الله أكبر الله أكبر، كم أراد بك الأذى قوم فما ظفروا بأي مرام، في هزم أبرهة وخذل جيوشه عظة الدهور وعبرة الأعوام، عجبي لهم يبغون هدم بنائها ولها من الرحمن أعظم حامي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس،
وفي هذه الأيام الكريمة المباركة لا ننسى أن نقيم شعيرة من شعائر الله عز وجل، وهي الأضاحي والأضحية. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله زيد بن أرقم، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الأضاحي؟ قال: هي سنة أبيكم إبراهيم. والأضحية سنة مؤكدة، وتذبح الأضاحي بعد صلاة العيد حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق الثلاث، هو رابع يوم العيد. فمن ذبحك قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. والنسك وفضل الأضحية فضل عظيم، حيث نادى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وقال لها: يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله، هذا الثواب لنا أهل البيت خاصة أم لنا وللمسلمين عامة؟ فقال: بل لنا وللمسلمين عامة. ويشترط في الأضاحي أربع أمور. يشترط في الأضحية أن تكون من الإبل، أن تكون من الإبل أو الجمال أو الأبقار أو الأغنام من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ غير ذلك. ويشترط فيها أن تبلغ سنا محددة، أن تبلغ الجمال 5 سنوات، وأن تبلغ الأبقار 2، وأن يبلغ الجاموس 2، وأن يبلغ الماعز 1، وأن يبلغ الضأن من الخراف 6 أشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعذر عليكم فذبحوا جذعة من الضأن. وبعض الفقهاء ذهب إلى أن العلة هنا أو الحكم هنا معلل، لأن النظام الغذائي قد تغير وبناء عليه، فإنهم يراعون الحكمة من سن الشارع لهذا السن وهو توافر اللحم، فما دام اللحم قد توافر فلا ينبغي لنا أن نتقيد بهذا السن، إلا أن الراجح عندي أو الأحوط أن تذبحها الذي وصل السن، فإن لم تجد فاذبح جذعة من الضأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الأضاحي كذلك أن تكون سليمة من جميع العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تلقي، ولا التي قد ذهب مخها من الهزال. لا بد أن تقدم شيئا كبيرا سليما لله عز وجل، فالله لا يقبل إلا ما كان طيبا. ومن شروط الأضاحي كذلك أن تذبح عقب صلاة العيد. أما عن الفقير الذي لم يستطع أن يضحي فلا يصيبه شيء من الهم أو الحزن، فلقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وكبر. فأما الأول فسمى الله وكبر وقال: اللهم هذا عن آل محمد. وأما الثاني فقال: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام. اللهم اكتب لنا يا ربنا حج بيتك الحرام. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ونحن في هذه الأيام الكريمة العظيمة المباركة عندك نسألك يا ربنا أن تفرج كروبنا. اللهم فرج كروبنا واشف مرضانا. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا،
اللهم ارحم موتانا، اللهم يسر طريقنا، اللهم ارفع عنا ما نزل من الغلاء والوباء والبلاء والفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ورد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين. يا رب اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقموا الصلاة.